لا نحنا بالنسبة لنا وائل هو أخونا الأخي الصغير هو من بداية الحرب على سوريا انخرط بصفوف الجيش وكان قائد لوحدات خاصة. هلأ هو بالبلد هون تعرض ظريف سلمية اللي هي تعتبر من مناطق الأقليات في سوريا، يعني تعرض ل هجوم المجموعات الإرهابية المسلحة من كافة جهات المنطقة. كان من ريف السلمية الشرقي سابقا، من جماعات جبهة النصرة وأحرار الشام وما بعرف، تمام، ومن كمان ريف السلمية الغربي اللي كمان مجموعات إرهابية مسلحة اللي عم تمطر سلمية دائما بالصواريخ وبالقذائف. هالمجموعات هي اللي ساعد أول شيء سكروا المنطقة سلمية حموة من كامل من محيط المدينة بشكل كامل، وقدموا الدعم العسكري لحماية الأهالي المدنيين اللي هن ساهموا بإنقاذ، يعني كانوا موجودين بمجزرة المبعوجة، كانوا موجودين بمجزرة عقارب، كان موجود عن مجموعاته للجيش العربي السوري بالكافات، بقرية كافات يوم تستهدفوا بسيارتين مفخخات بتل الدرة، كمان بسيارات مفخخة. كل هذه يعني شمال مدينة السلمية في الجنوب، يعني 7 سنوات كاملة من العمل الميداني الشاق لحماية المدنيين، واللي نحن كنا عبارة عن، يعني أنا كأخوه بقول إن هو لو ما هو موجود هو كشخص بهذا العنفوان والتضحيات اللي قدمها، يمكن ما كنا موجودين نحن بالسلمية، كنا تهجرنا مثلنا مثل أي منطقة تاني. صحيح أنا هلق اليوم أنا خسرت أخ إلي واللي هو بمثابة شيء من روحي، بس دائما أكيد الوطن غالي. وائل شخص طيب كتير، بيحب الأطفال كتير، وكان يرعى لي أطفالي بشكل كتير كبير، وأنا كنت متمنى إنه رعى له أطفاله بحياته هو، يعني تمام. يمكن لازم نعيد التسجيل. ما ماشي، أوكي.